السلام عليكم. هاي المحاضرة الأولى في سلسلة محاضرات الكيمياء الطبية. الجزء الأول من الكيمياء الطبية يتعلق بشكل رئيسي في مفردات الكيمياء العضوية، لأن جميع الخلايا والمكونات اللي موجودة في جسم الكائن الحي هي عبارة عن مركبات كيميائية عضوية حياتية تحتوي بالإضافة إلى الكربون والهيدروجين تحتوي على عناصر الأكسجين والنيتروجين والفسفور والكبريت. فنستعرض بشكل مبسط، وهذه المادة مو غريبة علينا، سبق أن أخذناها بالمرحلة الأولى وفي السنوات السابقة. أول بداية يجب أن نلقي نظرة على الجدول الدوري، أين يقع الكربون في الجدول الدوري وأين تتركز الإلكترونات. لكل ذرة عدة مدارات تتوزع الإلكترونات بها، فذرة الكربون تقع ضمن المجموعة الرابعة جروب 4A، وتحتوي في مدارها الخارجي على 4 إلكترونات، أي أن المدار الخارجي هو نصف ممتلئ. فيميل الكربون إلى تكوين أواصر تساهمية، لأنه لا يستطيع أن يفقدها كلها ويكون ذرة رباعية الإشارة السالبة ولا رباعية الإشارة الموجبة. إذن في الجدول الدوري المدارات اللي إحنا نسميها المدار الأول والثاني والثالث، يمكن تشوفون المدار كي ال ام ان او بي كيو. المدار الاول اللي هو كي يمتلئ بالكترونين، والمدار الثاني اللي هو 2s 2p يمتلئ بثمان الكترونات، المدار الثالث اللي هو 3s و3p و3d يمتلئ ب18 الكترون، والمدار الرابع ب32. حقيقة من سير هذه الأرقام نشوف أنه دائما عدد الإلكترونات اللي تشغل المدار تساوي 2N سكوير، والN هي رقم المدار. فالمدار الأول اللي هو 1S يحتوي على 2 × 2 × 1، لأنه المدار الأول هو 1 تربيع، فاثنين في واحد يعني 2، إذن الوان أس تمتلئ بإلكترونين فقط، والمدار الثاني 2 × 2 تربيع يعني 2 × 4 يساوي 8، والمدار الثالث اللي هو أم يحتوي على 18 إلكترون يعني 2 × 3 تربيع وهكذا. نشوف الآن المستويات الطاقية في مدارات الذرة. المدار الأول اللي هو أقل مستوى طاقي 1s، ثم 2s، ثم 2p و3s و3p، ورأسا يجي وراها 4s، ثم يأتي 3d، ورا 3d راح يجي عندنا 4p و5s و4d و5p و6s و4f. إذن المدار الرابع يحتوي على أوربيتالات F. في كل واحد من الأوربيتالات الرئيسية أكو سب أوربيتال أو مدار ثانوي. فالمدار S هو المدار الوحيد. المدار P يحتوي على 3 أوربيتالات ثانوية اللي هي PX وPY وPZ، بينما المدار D يحتوي على 5 أوربيتالات ثانوية، والمدار F يحتوي على 7 أوربيتالات ثانوية. هذا التوزيع. المدار الأول 1s يحتوي على إلكترونين، المدار الثاني 2s إلكترونين، و2px 1 و2py 1 و2px 1 المفروض ينملي باثنين، والمدار الثالث اللي هي 3s و3p أيضا عندي px و y و z، هذه تأخذ 2 و إضافة إلى 5 أوربيتالات ثانوية بال 3D. الآن عندنا مصطلح
اخذناه الالكترو نيجاتيفيتي او السالبيه الكهربائيه، اخذناه مرحله الاعداديه. السالبيه الكهربائيه هي قابليه جذب الالكترونات من قبل نواه الذره، فعندما يكون عندي عاصره، عندما تكون عاصره بين ذرتين، فكل ذره لها سالبيه كهربائيه محدده. الالكترونات العاصره التساهميه اللي بين الذرتين تكون اقرب الى الذره اللي السالبيه الكهربائيه مالتها اعلى، مثل ما تشوفون من الصوره هنا. السالبيه الكهربائيه هذه صوره شكليه للجدول الدوري، تزداد السالبيه الكهربائيه بالصفوف من اليسار الى اليمين في كل دوره من الدورات، بينما تزداد من الاسفل الى الاعلى في كل جروب. والسبب هو كل ما يكون حجم الذره صغير كل ما تزيد قابليه جذبها للالكترونات اللي حول الذره. الكوفلنت بوند او العاصره التساهميه هي عباره عن عاصره يشترك بها اثنين من الذرات متجاورات، بحيث تكون كل الكترون يعتبر مشترك بين الذرتين. فالعاصره التساهميه بين ذرتين، مثل ما انا عندي هنا الهيدروجين، ذره هيدروجين بها الكترون واحد والذره الثانيه بها الكترون واحد، يتصلون مع بعضهم فيسووا لي HH. هذه حرارة التكوين للعاصرة التساهمية بين ذرتين الهيدروجين، هي حرارة منبعثة اكسوثيرميك وتساوي ناقص 435 كيلو جول لكل عاصرة. هذا الزوج من الالكترونات هو يكون مشترك بين الذرتين و يكون دائما بالنص اذا كان الذرات اثنين المتشابهات في السالبيه الكهربائيه، ويكون اقرب الى الذره ذات السالبيه الكهربائيه الاعلى، مثل ما راح نشوف في مسيره المحاضره مالتنا. مثل عندي HCl الالكترونات تكون اقرب الى الكلوريد وهكذا. من هذا نستنتج انه العاصره شو وقت تكون مستقطبه، بولر اند نون بولر كوفيلنت بوند. البولر هي العواصر المستقطبه، مثل ما قلنا عندما تكون عاصره بين ذرتين مختلفات بالسالبيه الكهربائيه، فالذره ذات السالبيه الكهربائيه الاعلى تجذب الالكترونات مال العاصره التساهميه جزئيا باتجاهها، بحيث تحمل الذره ذات السالبيه الكهربائيه الاعلى شحنه سالبه جزئيا نسميها، بينما ذات السالبيه الكهربائيه الاقل تحمل شحنه موجبه جزئيه. وعلى كل حال القيمه بين قيمه السالبيه الكهربائيه بين الذرتين اذا كانت اقل من 0.5، اذا القيمه اقل من 0.5 فتعتبر هذه العاصره نون بولر غير مستقطبه. إذا كانت قيمتها من 0.5 إلى 1.9 فنعتبر هذه العاصرة مستقطبة، طبعا بدرجات حسب قيمة الفرق بالسالبية الكهربائية. بينما إذا كانت الفرق بين الاثنين أكثر من 1.9 فبهاي الحالة تكون العاصرة أيونية، مثل ما موجود عندنا بكلوريد الصوديوم. هذه قيم السالبيه الكهربائيه. ممكن احنا نطلع كل ذرتين شنو الفرق بيناتهم. فعلى سبيل المثال قلنا عندي الكلور اللي هو السالبيه الكهربائيه مالته 3، والهيدروجين اللي هو 2.1، الفرق بيناتهم 0.9، يعني 3 ناقص 2.1 راح يطلع الفرق 0.9. اذا العاصره اللي بين الاجزاء والسي ال تكون مستقطبه، ولكن اكثر الشحنات تكون سالبه تكون قريبه من الكلور. عندي الاو اتش الهيدروكسيد او الهيدروكسيد اللي هو موجود بالماء، ف 3.5 قيمه السالبيه الكهربائيه للاكسجين و 2.1 للهيدروجين، الفرق بيناتهم 3.5 يروح من 2.1 راح المتبقي 1.4، إذن هي مستقطبة بشكل كبير، ولهالسبب يكون الماء
مستقطب ويذوب الأملاح ويسوي هيدروجين بوند، ونقطة الغليان للماء تكون 100 مئوي بسبب وجود الأواصر الهيدروجينية اللي أصلا سببها الاختلاف بالسالبية الكهربائية بين الهيدروجين والأكسجين. هذا الجدول الدوري اللي تشوفون السهم إلى اليمين متجه بالأسفل، معناها كل ما نمشي بالبريود إلى اليمين تزداد السالبية الكهربائية. ليش؟ بسبب أنه كل ما نمشي لليمين حجم الذرة يكون أصغر، عدد البروتونات أكبر ويصير انجذاب بينها وبين الإلكترونات كبير فيصغر حجمها، بينما السهم اللي متجه للأعلى يبين أنه إحنا كل ما نروح من قاعدة الجدول الدوري للأعلى يصير حجم الذرة أصغر، أيضا السالبية الكهربائية مالتها تكون أكبر. هاي الأمثلة اللي ذكرناها قبل شوية، هذا عند ال HCl الفرق بين الهيدروجين والكلور 3 يروح منها 2.1 راح الفرق يكون 0.9، إذن هي مستقطبة والهيدروجين يحمل شحنة موجبة جزئية بينما الكلور يحمل شحنة سالبة جزئية، ولهالسبب نقول على الآسرة بين الهيدروجين والكلور نسميها polar bond يعني آسرة مستقطبة. عندنا بالأواصر عادة يصير الزخم المزدوج أو نسميه dipole moment bond dipole moment. إذا لكل آسرة أكو عندي dipole moment. إيش وقت يكون dipole moment شغال؟ عندما يكون فرق بالسالبية الكهربائية بين الاثنين، فيكون هكذا متحرك. ولهالسبب اكو قيم محسوبه بطرق فيزيائيه محسوبه القيم، مثلا الدايبول مومنت بين الهيدروجين والكربون هي 0.3، بين الهيدروجين والنيتروجين 1.3، بين الكربون والفلور 1.4، وهكذا. هذه القيم كل ما يزيد الدايبول مومنت كل ما تكون الآسرة مستقطبه اكثر. الآن عندي مصطلح الفورمال تشارج. أحياناً تكون عندي جزيئة، الجزيئة هذه تحمل شحنة سالبة أو موجبة، الشحنة غير مثبتة في ذرة واحدة من الجزيئة إنما متوزعة على كل الجزيئة. فعادة بهيج حالة الجزيئة هذه نخليها ضمن قوسياً ونخلي الشحنة في أعلى أو في نهاية القوس الكبير، فهذا الفورمال تشارج يروح منها قيمة الفالنس إلكترون يعني أو تساوي الفورمال تشارج تساوي قيمة الفالنس إلكترون اللي موجودة بالجزيئة المتعادلة، ويروح منها all unshared electrons يعني قيمة الإلكترونات غير المشتركة بأواصر، ونضيف لها one half of all shared electron نضيف لها نصف قيمة الإلكترونات المشتركة بأواصر، فراح تكون قيمة الشحنة اللي موجودة على الذرة. وهذا الفورمال تشارج موجودة عندنا بشكل كبير. احنا عندنا الأوكتيت رول، كلمة أوكتيت رول انه المدار الخارجي دائما يجب ان يشبع بثمان إلكترونات، مثل ما موجود عندنا الأكسجين النيتروجين الفلور وغيرها. ولكن اكو حالات استثنائيه في بعض الجزيئات الذره المركزيه تحتوي حولها على اكثر من 8 الكترونات. هسه عندنا على سبيل المثال الهيدروجين سلفايد اللي هو H2S موجوده 4 الكترونات اعلى واسفل الكبريت، هي غير مشتركه بآسرة، وعندي 4 الكترونات على جانبي الكبريت يمين ويسار، اذا 8. إذا هذه الأوكتيت رول تنطبق عليها بشكل كبير. الكبريت في الجزيئة الوسطانية عندي 4 بين الأكسجين والكبريت، و4 على جانبي الكبريت صار 8، وبالأسفل 2 صار 10. إذا هذه نسميها exceptional أو حالة استثنائية. عندي حمض الكبريتي سلفيوريك أسيد، تشوفون الكبريت هنا يحتوي على كم آسرة؟
بالأعلى وبالأسفل 4 × 4 = 8، وعلى اليمين واليسار 2 × 2 = 4 و8 = 12. إذن هذه الحالات الاستثنائية موجودة قسم المركبات، ونسميها exceptional rule أو قواعد استثنائية للتوزيع. طيب، بعد أن عرفنا ماهية المركبات والذرات في الجدول الدوري وخصائصها الإلكترونية، الآن نروح إلى المركبات العضوية. ما هي المركبات العضوية؟ What's organic chemistry? The study of carbon and its compound. ببساطة هي دراسة مركبات الكربون. إذن بالبداية حتى نفهم الأورغانيك كيمستري نحاول أن ندرس المركبات اللي تحتوي على فقط كربون وهيدروجين، نسميها الهيدروكربونز. الهيدروكربون أو الهيدروكربونات الموجودة عندي على 3 أو 4 أنواع. النوع الأول المشبع أسميه ألكان هيدروكربونز، اللي أسميها ألكانز أو ألكينز، أو ربما سايكلو ألكين، يعني المركبات المشبعة السلاسل المستقيمة، والمركبات الحلقية اللي أسميها سايكلو ألكين. أحيانا عندي غير مشبعة، طبعا المركبات المشبعة أسميها بارافينات. المركبات غير المشبعة أسميها أوليفين، وأوليفين يعني من اسمها معناها تحتوي على عصرة مزدوجة، عصرة كربون كربون مزدوجة. فالأوليفين أو الألكينز اللي هي الألكينات أيضا عبارة عن مركبات تحتوي على أواصر مزدوجة، وقد تكون هذه سلاسل مفتوحة أو مغلقة. ثم عندنا الألكاين، والألكاين هي المركبات اللي تحتوي على آسرة ثلاثية بين ذرتين من الكربون، وهذه المركبات نادرة جدا، قد تكون موجودة بالطبيعة أو في بعض المركبات ولكنها غير مستقرة بسبب شدة الألفة بينها وبين المركبات الأخرى، فتروح إلى تفاعلات كيميائية وحصل على مركبات أو مشتقات أخرى. فهذه الألكانات أول صفة بها هي saturated مشبعة. الأواصر اللي تربط بين الكربون والمركبات الأخرى هي أواصر مفردة أسميها single bond أو أسميها sigma bond، يطلق عليها sigma أو single bond. هي مركبات أليفاتية، الصيغة العامة لها مثل ما تشوف هنا عندنا CnH2n + 2. مثال عليها الميثان CH4 والإيثان C2H6 والبروبان C3H8 والبيوتان اللي هو C4H10. الصيغة اللي نرسمها عادة هي نسميها الكوندنسد فورمولا أو الصيغة المكثفة، مثل ما تشوفون CH4 C2H6 C3H8 C4H10. ولكن احيانا عندي ما اسميه لويس ستراكشر، واللويس ستراكشر هي على شكل خطوط، يعني ارسم الاواصر بشكل منفصل، كل اواصره بين كربون وهيدروجين او كربون وكربون على شكل خطي، فاللي بالاسفل اسميها لويس ستراكشر، ارسم الاواصر بماهيتها. بعدين نروح الى الاواصر الموجوده البولاريتي، هل هي مستقطبة أو غير مستقطبة؟ إذا كانت الأواصر بين كربون وكربون فنسميها غير مستقطبة، إذا بين كربون وهيدروجين لأنه الفرق بيناته بالسالب الكهربائي بين الكربون والهيدروجين أقل من 0.5، إذن أيضا أسميها غير مستقطبة. هذه الأوربيتالات اللي موجودة بذرة الكربون، عندي أوربيتال واحد من أوربيتال S اللي هو كروي، وعندي 3 أوربيتالات من نوع P PX و PY و PZ، ثلاثة على شكل دمبل شيب. هذه الأوربيتالات أربعتها تتهجم فيما بينها، تطلع لي مزيج من أوربيتالات جديدة أسميها SP3. فإذا هاي SP3 هي ناتج التهجين بين أوربيتال S وأوربيتالات P، وكل واحد من هذه هو يكون لي أو يكون نواة لآسرة مفردة، نواة لآسرة مفردة.
عندنا بالأسفل إلى اليمين سي اتش 4، إذا كل أوربيتال اتحد مع ذرة هيدروجين واشترك وياها بالإلكترون مع الهيدروجين وكون لي عاصرة تساهمية. فإذا أنا هنا عندي سي اتش 4. نظرة بسيطة نشوف هذه الصورة مال الـ SP3 هي عبارة عن تترا هيدرال، عن هرم رباعي الأوجه. الهرم الرباعي الأوجه تكون الزوايا بين الهيدروجين والكربون والهيدروجين تساوي تقريبا 109، إذا أسميها عاصرة قائمة، لكن هي تكون 109 درجة بهذه الحالة. أنواع الكربون أو الترابط بين الكربون، أكو عندي بالجزيئات العضوية أو الهيدروكربونات، أكو كربون أسمي أولي primary carbon atom، هي ذرة الكربون الطرفية اللي مرتبطة بذرة واحدة فقط ضمن الجزيئة. فعندي على سبيل المثال هذا البيوتان اللي هو C4H10، تشوفون إلى الصورة اللي بالأسفل إلى اليمين واليسار أكو موجود عندي كربون، كل واحد من ذول الكربون مرتبط بذرة كربون واحدة. أيضا عندي السكندري كربون، وكلمة السكندري هي ذرة الكربون اللي ترتبط بذرتين كربون مجاورة أخرى فأسميها سكندري. أيضا هذه الصورة اللي بالأسفل أنا موجود عندي 2 برايمري كربون أتوم و 2 سكندري كربون أتوم، تيرشري ما عندي هنا. الصورة اللي على اليمين بالأسفل أكو عندي أيضا بيوتان، ولكن بهاي الحالة أسميه آيزو بيوتان، يعني بيوتان متفرع. نشوف كم ذرة أكو بي ذرة كربون أولية، يعني عندي 2 ذرتين كربون أولية، وعندي ذرة كربون ثلاثية، ذرة كربون ثلاثية معناها هاي الذرة مرتبطة بثلاث ذرات كربون مجاورة، إذا أنا عندي 3 أولية وحدة ثالثية. There are two different structures of C4H10. التوزيع الفراغي للمركبات، التوزيع الفراغي للبيوتان على سبيل المثال عندي نوعين، نوع المستقيم أسميه normal بيوتان، والنوع الآخر المتفرع أسميه isobutan. فإذا للبيوتان عندي هنا two structure، هذه الأنواع من الستركشرات حقيقة أسميها isomer، أي نظائر أو متناظرات للبيوتان. طبعا كل ما يزيد الوزن الجزيئي كل ما يزيد عدد المتناظرات. على سبيل المثال لو كان عندي بنتان اللي هو 5، راح يكون عندي نورمال بنتان اللي هو سلسلة مستقيمة، وآيزو بنتان اللي هو سلسلة متفرعة، ونيو بنتان اللي هو يحتوي على ذرة كربون مركزية بها 4 مجاميع من CH3. فكل ما يزيد الوزن الجزيئي كل ما يزيد عدد المتناظرات. هذا الايزومرزم او التناظر كونستيتيوشنال ايزومر، الايزومرات التقليديه هي انه الصيغه الكيميائيه نفسها لكن اسلوب الترابط بين الذرات يختلف من وحده الى وحده. فالكونستيتيوشنال ايزومرز اللي هو ستراكشرال ايزومر are different compounds of the same formula، هي مركبات مختلفة لها نفس الصيغة. فإذا هذا الستركتشر أسميها constitutional isomer. على سبيل المثال how many isomers are there of an alkane containing 5 carbon atom؟ الجواب مثل ما قلنا راح تكون عندي 3 مركبات اللي هي نورمال وايزو ونيو بنتان. لو كان عندي هكسان راح يكون 4 ايزومرات وهكذا. اذا الايزومر استراتيجي او استراتيجيه الايزومرات انه احنا نرسم مركب لويس، يعني اواصر خطيه، ونحاول نبدل وحده مكان وحده بحيث نبقي على الصيغه الجزيئيه نفسها، لكن اللي يختلف هنا اسلوب الترابط بين الذرات.
عندي حالة مثيرة للانتباه حقيقة، عندما تكون الألكانات مشبعة وحلقية فإن الحلقة لا تدور، يعني الألكانات تمتاز بسهولة دوران الجزيئة حول محور العاصرة التساهمية، لكن عندما تكون عندي مركب حلقي فهي لا تدور. إذا الآن الأيزومرات بهاي الحالة موجودة، أما على جانبي مستوى الحلقة دائما الحلقة تكون بشكل مستوي، فإذا كان عندي سبستيتيوشن أو تعويض ممكن دور المعوضين الاثنين يكونون بنفس الاتجاه، وأسميهم سيز آيزومر، يعني متجاورين بنفس الاتجاه، أو إذا كانوا بجانبين مختلفين متعاكسين أسميهم ترانس آيزومر. فصار عندي هنا بالحالة الفراغية، يعني مو كونستيتيوشنال، صارت فراغية، فصار عندي سيز وترانس ستيريو آيزومرز. تسمية الكانات، طبعا نجي نختار أطول سلسلة مستقيمة من الهيدروكربون، فأنا عندي المسميات اللاتينية، إذا واحد ميثان، إذا اثنين إيثان، إذا ثلاثة بروبان، وهكذا أستمر، بنتان وهكسان وهبتان أوكتان ونونان وديكان. إذا أطول سلسلة راح أسميها بالمركب هذا، زائدا إذا كان بمعوضات فرعية فيجب أن يبدأ الترقيم بحيث ينطي للمجموعة المعوضة أصغر رقم، فإذا كانت مجموعة معوضة سواء هالوجين أو الكيلو جروب قريبة من ذرة الكربون رقم واحد، يعني على ذرة الكربون رقم ثلاثة لمركب يحتوي 6 ذرات أو 7 ذرات، إذا أبدي من الطرف اللي ينطيني أقل أرقام للمجموعة المعوضة. هاي التسميات إذن حسب النظام الدولي أو النظام العالمي اللي نسميه IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry. هسا نجي ناخذ find the longest continuous chain of carbon atom، إذا ناخذ أطول سلسلة، ثم نستخدم الاسم اللاتيني لعدد الذرات مثل ما قلنا هذه الأرقام الموجودة عندنا، و follow the root with the suffix of N، إذا نستمر بحيث ينتهي الاسم بأي N E N. Where carbon atoms not included in the carbon are named as substituents. المركبات الكربونية اللي هي مو ضمن السلسلة نسميها مركبات معوضة، وتنتهي بنفس مجموعة الألكانات ولكن بدل أي أن إي راح ننهيها بكلمة إيل. على سبيل المثال مثل أنا عندي مجموعة سي اتش 3، فبدل ما أسميها ميثان أسميها ميثايل، أو بدل ما أسميها أوكتان أسميها أوكتايل، وهكذا تنتهي ب واي ال. هسا الرقم ذرات الكربون اللي هي أقرب شيء من المتفرع، أقرب شيء من المتفرع تنطيني أصغر رقم، فلو كانت على ذرة كربون ثانية أو ثالثة ضمن سلسلة طويلة فأبدأ الترقيم من الجهة اللي هي أقرب شيء للمعوض. إذا كانت عندي أكثر من مجموعة بنفس، يعني مثلا اثنين مرتين عندي متكرر الميثايل فأسميها داي ميثايل وإن كان بأماكن مختلفة، أو مرتين تكرر الإيثايل أسميها داي إيثايل، أو عندي ميثايل إيثايل فأذكر الكلمة اللي بيها الحرف اللاتيني يبدي قبل، يعني الألفابيتك أو الألفباء مال المركبات هي اللي أبدي بيها. راح نشوف نماذج حية من هذه التسميات. فعندي هذا السبستيتيوان اللي عندي إذا كربون واحد فبدل ما أقول ميثان أقول ميثايل، هذه أسميها ألكايل جروب، إذا اثنين بدل ما أقول إيثان أسميها إيثايل جروب، وإذا ثلاثة أسميها بروبايل جروب بدل البروبان، وإذا أربعة أسميها بيوتايل، وهكذا. الآن عندي هذا التسمية، هذا مركب أريد أسميه، أجي أشوف المركب اللي بالأعلى السلسلة المستقيمة تحتوي على 7 ذرات كربون،
والسلسلة المتعرجة اللي هي أنذرة الكربون رقم 4 تصعد للأعلى ثم تروح لليمين، أيضا مجموع الكربون بها 7. فأنا بالحالتين عندي هبتان، ولكن أجي أروح إلى المركبات المعوبة، فالسلسلة المتعرجة اللي صاعدة للأعلى تحتوي على معوضات 2 من مجموعة الميثايل في ذرة الكربون رقم 3 عندما أبدأ ترقيم من اليسار، وفي الموقع 4 عندي مجموعة بروبايل، وفي الموقع 5 عندي مجموعة ميثايل. فإذا راح أقول عندي 3-3 وبالموقع 5-3-3-5، هذا أسميها 3-3-5 تراي ميثايل 4 بروبايل، بينما اللي بالأسفل يكون من الصعوبة بشكل أن نسميه، فنختار المركب اللي بالأعلى. إذا هذا المركب وهذا الترقيم which one، إذا هذا المركب سميناه 3-3-5 تراي ميثايل 4 بروبايل هبتان. Another example، هذا مركب أيضا يحتوي على 7 ذرات كربون مستقيمة 1-2-3-4-5-6-7، لكن أكو بتعويض من إذا بدينا من اليمين فعلى ذرة الكربون رقم 2، وإذا من اليسار على ذرة الكربون رقم 2، إذا بهالحالة متساويين. لكن إذا بديت من اليسار راح يكون عندي بالموقع 3 مجموعة إيثايل، بينما إذا بجي الترقيم من اليمين صحيح راح انتظر الكربون رقم 2 أقول أكو بها مجموعة ميثايل، لكن راح يكون عندي برقم 5 راح تكون هنا مجموعة إيثايل، فمن الصعوبة أن أذكرها. إذا الاسم الحقيقي هو 3 ميثايل، عندي بالموقع 3 إيثايل. ليش أذكر الإيثايل قبل الميثايل؟ لأنه حرف الإي حسب الحروف الأبجدية يبدي قبل، فصار عندي 3 إيثايل 2-6 دايميثايل هبتان هذا المركب. وعندي صيغة اسمها اللاين ستراكشر أو الصيغة الخطية، لاين ستراكشر أو الصيغة الخطية. فعندي هذا المركب العواصر تكون على شكل خط، وهذا المركب هسه راح أسميه، أبدي من 1-2-3-4-5-6-7 وأكتب شنو المعوضات الموجودة به، ثم اللي بالأسفل على شكل خطوط متعرجة كل زاوية تمثل مجموعة CH2، والطرف الموجود هو يمثل مجموعة ميثايل. السايكلو ألكان أو الألكانات الحلقية مثل ما قلنا ممكن أن تكون 3 ذرات، هنا عندي سايكلو بروبان أو 4 أسمي سايكلو بيوتان أو 5 سايكلو بنتان أو 6 سايكلو إكسان. طبعا هذا ما يكون بالصيغة، يكون من بعد قليلا حتى يحقق لي الكونفورميشن مال العواصر المشبعة. نسمي السايكلو ألكان، احنا عادة نذكر حسب عدد الذرات، إذا كان عندي 5 فأسميها سايكلو بنتان، موجودة مجموعة معوضة ميثايل فأسميها ميثايل سايكلو بنتان. ولكن عندما يكون عدد ذرات السلسلة الجانبية أكبر من عدد ذرات الحلقة، فأعتبر الحلقة ملحق بالسلسلة الجانبية، مثل ما عندي على اليمين أكو عندي 4 ذرات كربون مرتبط بالذرة رقم 1 مجموعة سايكلو بروبايل، فأقول إذن 3 أقول عندي 1 سايكلو بروبايل بيوتان، 1 سايكلو بروبايل بيوتان. المواصفات الفيزيائية للألكانات هي مركبات عادية جدا، تكون نقطة الكثافة مالتها 1 جرام، أقل من 1 جرام بير مل، يعني أخف من الماء فتطفو فوق الماء. البويلينج بوينت تزداد كل ما يزيد الوزن الجزيئي، وكذلك الملتينج بوينت تزداد بزيادة الوزن الجزيئي. وتكون الأواصر بيناتها من أواصر فاندربال وتكون ضعيفة جدا، ولهالسبب هي تتبخر بسهولة. المجموعة الأولى من سلسلة الهيدروكربونات يعني مثل الميثان والإيثان والبروبان تكون غازات
وحتى البيوتان تكون غازات في درجة حرارة الغرفة، ولكنها بالانضغاط ممكن تتحول إلى سائل. تفاعلات الألكانات، أكو تفاعلات كثيرة جدا حقيقة بالألكانات، ولكن إحنا نختار 3 تفاعلات رئيسية. التفاعل الأول هو الكومبشن رياكشن، الاحتراق، كل الهيدروكربونات تحترق تنطيني CO2 زائدا ماء زائدا حرارة طاقة، سواء كانت متفرعة أو مستقيمة. عندي تفاعلات التهشم الحراري أسميه كراكنج رياكشن، السلسلة الطويلة راح تنشطر على نفسها بسبب الحرارة بحيث تنطيني جزيئتين، الأولى غير مشبعة أسميها الكين، وعادة يكون الكين طرفي، بينما الثانية تكون مشبعة. والنوع الثالث من التفاعلات حقيقة هو الهالوجينيشن، أو ما نطلق عليه كلمة الهلجنة. بهاي الحالة ممكن أن يستمر التفاعل، طبعا يحتاج إلى UV أو إلى جذور حرة، يستمر التفاعل بالتعويض إلى أن كل ذرات الهيدروجين اللي على المركب تبدل بهالوجين. فمثلا لو بديت ب CH4 زائد Cl2 راح أنتهي ب CCl4، إذا عندي إيثان راح أنتهي ب C2 Cl6 وهكذا.